طيب سيد ناصر زهير من برلين، إلى أي مدى يا سيد ناصر تعتقد حضرتك أن تمرد فاغنر نال فعلا من الهيبة السياسية للرئيس بوتين، وكذلك نال من سمعة الجيش الروسي؟ نعم، تحياتي للجميع. يعني أهلا. أعتقد بأن التمرد بالتأكيد أثر بشكل سلبي للغاية على صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الغرب، أمام صورة أن المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية وحتى الفاغنر هم متوحدون في مواجهة الغرب وفي تنفيذ المشروع. لأنه حتى بعيدا عن التمرد الذي قامه أو قاده رئيس مجموعة الفاغنر، كان له تصريحات تعكس بأن هناك آلية نوعا ما لتفاوتات في الرأي حتى بين القادة في روسيا، لأنه قال بأن الحرب في أوكرانيا لم تكن ضرورية. الأمر كان يتعلق في بعض المطامع الشخصية لبعض القادة الروس. تحدث أيضا عن مسألة المعلومات الخاطئة فيما يتعلق في دبابات ليوبارد الألمانية. يعني كان له كثير من التصريحات. النقطة الثانية وهي الأهم أيضا، بأنه قال جملة بعد خطاب بوتين الذي أدان فيه الفاغنر وتعهد بسحق التمرد بشكل أو بآخر، قال سيكون لدينا رئيس لروسيا قريبا. يعني بمعنى أن الأمر لا يتعلق في حالة غضب وحالة تمرد وردة فعل عكسية لخلافات مع قائد الجيش ومع رئيس الأركان وزير الدفاع. الأمر كان مخطط له. أنا أعتقد بأن بريغوجين خذل من بعض القادة في الجيش، لأنه يبدو بأنه كان هناك تنسيق ما بتحرك من داخل موسكو. لم يحدث هذا التحرك، لذلك خرج بريغوجين بهذه الوساطة البيلاروسية. ولذلك الصورة الآن تأثرت، صورة المؤسسة العسكرية التي لم تستطع أن تواجه هذا التمرد في وقته أو قبل وقوعه أيضا تأثرت، صورة الاستخبارات الروسية أيضا التي لم تكشف التوجهات على الرغم من وجود مؤشرات منذ أشهر أيضا تأثرت. وبالتالي سيكون هناك إعادة للاستراتيجيات وإعادة لرسم خارطة القادة في روسيا، القادة الأمنيين، القادة السياسيين والقادة العسكريين، من دون المساس في سلطة بوتين. يعني بوتين أنا أعتقد بأنه سيبقى في نفس الصورة، هي تأثرت صحيح، اهتزت صحيح، ولكن لا يوجد شخصية بديلة الآن تنافس بوتين بالنسبة للروس. حتى بريغوجين نفسه يعني هو يعتبر رجل عصابات، ليس رجل سياسي يمكن الاعتماد عليه أو رجل عسكري يمكن الاعتماد عليه بشكل أو بآخر. ولكن بالنسبة للموقف الغربي الآن هناك نظرتين، أو دعني أقول ترقب لموقفين. الموقف لا. الأول أن حدث في روسيا سيكون إيجابي من ناحية أن نذهب إلى المفاوضات، يعني بمعنى أن الرئيس الروسي يريد انتهاء الملف في أوكرانيا حتى يتفرغ للأوضاع الداخلية، يتفرغ لإنهاء الفاغنر، وبالتالي سيكون مرن أكثر في الوصول إلى المفاوضات. النقطة السلبية هي كما ذكرت حضرتك في بداية الحلقة، بأنه يكون هناك ترقب لحالة استعراض قوة عسكرية للجيش الروسي في أوكرانيا حتى يستعيد الهيبة أمام الداخل الروسي وأمام الرأي العام الغربي.